جاي لك النهارده هيبقى قلب اخوك بحاجه ضرب نار وشد الاحزمه اخوك ابو عادل، لان فيديو النهارده مش لاصحاب القلوب الضعيفه وفيديو امبارح يا جدعان عايز اقول لك انه ما وصلش اصلا ل 10000 لايك. انا كنت بقول لك يعني احنا كنا واصلين ل 15 والله العظيم يعني احرجتونا يا جدعان والله العظيم. فانت لازم فيديو النهارده قبل ما تتفرج تنزل تعمل لايك، لازم نوصل 15000 لايك واخيرا فاضل لنا حاجات بسيطه بس يا جدعان ونوصل ل 354000 ويلا بينا على طول ليست جون خش على فيفا. جاي لك النهارده بالحاجه اللي انت بتحبها ورسميا اول يوتيوبر بيعملها معاك يا حبيب قلب اخوك اللي هي ايه يا ابو عادل. تعالى انا هقول لك اللي هي ايه يا حبيب قلب ابو عادل. خلصانه خلصانه، نخش على المتجر كده مع بعض. مبدئيا الباكات الجديده اللي احنا عارفينها اللي احنا ختمناها ولاول مره اول يوتيوبر في فيفا رسميا يختم لك الباكات اللي قدامك دي كلها يعني وانت عارف بكده. ها بس برضه بتزعلني منك وما عملتش لايك، فاتاكد انك عامل لايك. ومن الاخر اخوك ابو عادل بيقدم محتوى فاخر ولست جوه يا جدعان. نخش هلا فيفا معانا دلوقتي لاعب رائد باذن الله، يطلع لنا لاعب رائد باذن الله يا جدعان، باذن الله يكون لاعب حلو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حزمه سلسله المؤسسون نبدا كده ب 15000 فيفا بوينت نضيع ايه؟ نضيع الدنيا. ابو عادل جاي ضيع الدنيا، لاعب 108 خلصانه، ما ينفعش نفتحها تاني، ما ينفعش يا حبيب قلب اخوك ما ينفعش، خلصان عادي عادي. نفتح ام 300 هناخد 3 نقط، معانا دلوقتي 565 هناخد 3 نقط وممكن لاعب رائد. الواد طلع له هالاند النهارده، الواد محمد بختك كل يا محمد عياد طلع له هالاند. الله العظيم ناس هايصه وناس بايشه خالص والله العظيم. يلا بينا يلا فيفا يلا يا جدعان، اي حد طلع له لاعب 120 هيكمل معانا انزل في الكومنتات وقول له طلع لك مين، هالاند ميسي بيلينجهام اي حد انزل تحت في الكومنتات وقول يعني فرحني او ما تفرحنيش يعني احبطني فاهم انت، بس قول لي. يلا بينا يلا ايه ده، لا احنا دخلنا على الباك الغلط، لسه في 800 نسبه الحصول على لاعب رائد وهي 4%. تعالوا يا جدعان ندوس كده كتير كتير باذن الله باذن الله يا جدعان باذن الله باذن الله يطلع لنا لاعب يعني باذن الله. انا حاسسها مش عارف ليه يعني هي جايه، هي دي هو ده اللاعب، لاعب رائد 119 118 فان دايك عشان نقفل خط الدفاع يكونش هو مين وكاوت لاعب رائد مين بقى اسباني سي دي ام مين ده، ده مين ده هيكمل ده؟ ما طلعش اصلا هيكمل. خضتني يا فيفا والله خضتني، كان نفسي لاعب والله العظيم كان نفسي لاعب رائد بس ماشي يا جدعان خلصان. والله انا مش زعلان، هل انا باين عليا ان انا زعلان؟ لا والله حزين، انا مش زعلان انا حزين حزين يا جدعان. يلا لا ثانيه نفتح الباكات ام 50 دي يمكن يكشي يطلع لنا على الواد هالاند يكشي. يلا اشمعنى دي ما نفتحها يا كمان يلا هتزعل الباكة دي كده هتزعل. ايه يا فيفا هو كل باكة لازم تعذبونا عليها ولا ايه؟ يا جدعان نروح نعمل اندمو ونيجي طيب. ايوه خلصانة كام نقطة؟ 6 نقط 110 خلصانة حلو حلو مش وحش حلو قول حلو يا جدع. نخش على المؤلفين نخش على المؤلفين على طول وبإذن الله هي دي اللي فيها الأمل هي دي وش يعني هتقول لي بقى يمين شمال مش هي دي باذن الله يا جدعان. وروح نسبه الحصول على لاعب رائد 8% 8% يعني ان شاء الله خلال ال 12000 بوينت اللي احنا نفتحهم اكيد هيطلع لنا لاعب رائد. الباكه دي بحظ الكومنتات يا حبيب قلب اخوك ولك روح يا ابو عادل الكومنتات بس والناس اللي بتيجي بدري. يلا بولندا ليفاندوكسا ليفاندوكسا لا مش ليفاندوكسا مين ده؟ خضتني يا حمزه خضتني والله خضتني بس ماشي. الكومنتات يا جدعان الناس اللي بتيجي بدري طلعت لنا لاعب ثانيه ايوه طلعت لنا لاعب يا جدعان 112 احنا عايزين لاعب يعني انا بقول ندوس على ميسي 3 مرات يعني هي فاهم هي اصولها كده اصولها ندوس على ميسي 3 مرات سكه ودغري يطلع لنا لاعب. الباكة دي بحظ اخواتي الحلوين اللي اول مره يشوفونا ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس على جميع الإشعارات لأن اللي سكر والله العظيم فيديوهات سكر وحلاوة وفايتك كتير ولك روح. حظ الاشتراكات حظ الاشتراكات أرجنتي لا إنجلترا مين إس تي ما خلاص يا جدعان زينا مين عالم من نادي إيه ده بوكي خلصانة يا بوكي خلصانة يا بوكي
عيب قلب اخوك يا ابوكي، عيب قلب اخوك. بس ممكن بعد اذنك نطلع لاعب رائد؟ ممكن يا شباب؟ يلا يا جدعان يلا ياكش يطلع لنا لاعب. بص بقول لكم ايه، انا هدوس على كريستيانو ثلاث مرات ونودي بحظ اللايكات. شوف لايقه مع بعض، ثلاث مرات ونودي بحظ اللايكات باذن الله. لاعب رائد. وفي اللمعه الثانيه كده هنفتح في اول لمعه، نفتح في اللمعه الثانيه، لان اللمعه الثانيه هي اللي هتجيب لنا من الاخر سكه ودغري من الاخر. ودي يا حبيب قلب اخوك، ودي ان شاء الله لاعب يكمل بقى. برتغال امريكي، بريزيتش ده ولا بريزيتش ده ولا مين؟ مين ده؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا يعني انت ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ ايه؟ ايه يا اسطى؟ يعني والله ما ينفعش خالص الكلام اللي بيحصل ده، ما ينفعش يا فيفا. والله يرضى حد، والله العظيم ما يرضيش حد. بس ماشي يا جدع، احنا انا معاهم للاخر، معاهم للاخر. احنا ندوس على هالاند ثلاث مرات، اصولها كده. وانت كل باكه بعد يقرفنا بقى ولا هي اصولها كده؟ كمان مره معلش، كمان يلا الباكه دي بحظ اخوك ابو عادل. يعني بقى لاعب لا رائد، يلا بينا. لاعب رائد مكمل معانا، اتفرج اتفرج، انا عايزك تتفرج. لاعب رائد مكمل معانا يعني سكه ودغري. ارجنتيني ار دبليو ال ام ال ام ال ام. ماشي، ما تقدرش تقول حاجة لا نقولها إلا ما يرضي الله. ما ينفعش تقول أكتر من كده، والله العظيم ما ينفعش، ما ينفعش، مش بإيدينا. بس ماشي يلا يا جدعان، استنى على الشاب الله، استنى على الشاب الله. الباكة دي بقى إيه؟ بحظ إخواتي الحلوين اللي بيجوا متأخر. وفي اللمعة التالتة هنفتحها يا جدعان، في اللمعة التالتة تمام؟ هي عمالة تلمع، أول لمعة لمعت، خد بالك، أول لمعة لمعت، تاني لمعة لمعت. طب ايه هنروح نعمل اندومي؟ طيب التالت لمعة جاية بقى اهي، ايوه على اللمعة بالظبط بالظبط. ان شاء الله لاعب يكمل بقى. اسباني ما بتفائلش، البي مكمل معانا. لا مش مكمل، مش مكمل، مش مكمل. تعالى يا دا جارسيا، قرفني انت، والله قرفني انت الوحيد اللي قرفني فيهم، طلعت لي ست مرات لحد دلوقتي. طب ايه يا جدعان؟ بيقول لك لاعب رائد 8%، 8% ده ايه؟ ده ايه ده؟ مش فاهم يعني نسبة السكر في البيبسي دي ولا ايه؟ مش فاهم. هات يا جدعان 8%، 8% يعني لاعب رائد، يعني لاعب فل الفل. ايه بقى؟ يعني مش عارف والله ايه بقى؟ ايه الكلام؟ لحد دلوقتي احنا مش عارفين، بس ماشي. الله يا جدعان ملاش حل، ملاش حل تاني غير هي تفتح بقى ايه في اول لمعه. والباكة دي بحظنا كلنا، بحظ ال 400,000 مشترك باذن الله، ال 400 كلهم. ودي ودي لاعب مكمل بقى، لاعب مكمل مكمل. بلجيكي سي بي، يبقى مش مكمل، مش مكمل. هو كله 112، مفيش 114 حتى يعني. ثانية يا جدعان يعني مفيش بأمانة والله، يعني مفيش 114، 114 حتى عملوا يعني. شو يا ريتني ما فتحت الباكات ام 500، كان زماننا فاتحين يعني. شو كان زماننا فاتحين كمان باكه كمان. فاضل لنا اربع باكات يا جدعان، اربع باكات، ونفتح الباكه اللي هي بيقول لك 10 شراء. هناخد لاعب رائد هنا، وش وش هتاخد لاعب رائد ده اكيد مضمون 100%. تمام، احنا فاضلنا دلوقتي فاضل اربع باكات، يعني احنا لو شحنا 7,500، 7,500 يا جدعان يجيبوا لنا دي، ويخلونا كمان نقدر ايه، نقدر نفتح الباكه المفعله. بس احنا مش هنعملها دلوقتي، احنا مش هنعملها دلوقتي، انت تسيبها دلوقتي تمام، سيبها دلوقتي. نخش بس ايه، ناخد الواد المهاجم اللي هنا، ايوه الاس تي، وناخد اللاعب ال 114 نعمل له مقايضه وكمان المركز والدوله. ماشي اس تي يلا، هناخد ده برضه يا جدعان نعمل له مقايضه، فالكلام هيبقى الكلام هيحلو معانا. ممكن نقدر دلوقتي نعمل مقايضه ال 1000 توكن، ايه رايكم؟ مين ده؟ ماشي يا جبري، ماشي يا جبري، تعالى يا حبيب قلب اخوك، تعالى 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 تعالى، ما تقرفنيش، تعالى تعالى وانت ساكت، تعالى يلا يا حبيبي. ماشي هسيب سبتك خلاص اهو، ماشي يلا. 400 مليون
يلا يا جدعان لعب 114. انا عايز ترشتجن، انا عايز ترشتجن، ندوس عليه 3 مرات. هو ترشتجن باذن الله. ترشتجن 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 ترشتجن. المانيا، المانيا جيكي، المانيا جيكي، عايزين المانيا جيكي يا جدعان. المانيا جيكي ترشتجن بقى، المانيا جيكي بقى. ايه اللي حصل؟ ايوه كده، اسود في وشنا يا كشمت اتحرق يا فيف. ايه ده اسودت ليه؟ طيب شاشه سودا مين؟ عايز اعرف. والله عايز اعرف. طب ايه؟ طيب اخ نخمن احنا، تخمن ما يعني ايه ده؟ طيب اشمعنى الحوارات دي ما بتحصلش مع حد غيري؟ يعني شوف اول يوتيوبر بيحصل معاه حوارات. ايوه المانيا فرنسا. لا 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 لا، مش محتاج مدافع، مش محتاج مدافع، مش محتاج مدافع، مش محتاج مدافع. ثانيه كده يا جدعان، ما نشوف المدافع اللي معانا كام. يعني لما المدافع اللي معانا يا جدعان الواد يعني 115. ثانيه كده تدريب 115. هنعمل ايه ب 114 بقى؟ ملوش اي لازم. نروح نشتري مثلا حارس مرمى يا جدعان، معانا 700 مليون بس ملهاش لازمه برضو. ما احنا ممكن نكسب الواد اونانا. تعال على ال 50 توكن دي، ودي معانا حد متكرر. اه جدعان بالنسبه للعيبه المتكرره بيقول لك انت مش هيتنقل معاك اللعبه الجايه غير لاعب واحد بس. يعني لو انت معاك 2 فريم بونج لازم تعمل مقايضه لواحد فيهم. انت لاعب واحد بس انت هتاخده معاك. خلصانه خلصانه. روح يا صليب، روح يا صليبه. كان نفسي في ترشتجن يا صليبه، والله والله كان نفسي في ترشتجن. روح. ده انا اقول الا ما يرضي الله، والله العظيم. تع... ايه ده؟ مين ده؟ اكيد مش بيجوا امتى العيال دي؟ والله العظيم بيجوا لي امتى؟ انا مش عارف الواد سافيتش ده جه امتى. يلا يا عم يا عم، ما تعملناش بقى خايله بقى. لا ما تعملناش خايل. روح يا عم. بقى معانا كام؟ 700. 700. هل نقدر 300 مثلا؟ نقدر ب 300، نقدر. تعال هنفتح الباكم مؤلفه يا جدعان، هنفتح الباكم مؤلفه باذن الله. وبكره هنفتح وهنختم باكج اللعيبه الرائده وهنكسب لاعب رائد كمان. تعال ناخد الواد ديابي. تعال يا ديابي. يلا يا جدعان، يعني ابو عادل بيضحي. يعني انت ما فيش تضحيه اكبر من كده بصراحه، يعني انا ما شفتش تضحيه اكبر من كده. يعني المفروض يا جدعان الفيديو ده الميت توكن ينفع لنا؟ ما ينفعش. المفروض يا جدعان بعد الفيديو ده، الفيديو ده يوصل ل 20,000 لايك، مش هقول لك بقى 15 بقى والكلام، لا 20,000 لايك عيب قلب اخوك، لان ابو عادل بيضحي بلاعب 117 مقابل 300 توكن علشان نفتح لك الباكا، فاهم انت؟ نفتح لك الباكا مو 1000 توكن. باذن الله يا جدعان يطلع لنا لاعب هنا. في لاعيبه؟ ما فيش اي لاعيبه؟ ماشي 16 17. باذن الله يا جدعان يطلع لنا لاعب احنا محتاجينه في التشكيله، وهو اونانا. انا عايز اونانا. هندوس على اونانا يا جدعان 5 مرات. 2 3 4 5 اونانا. انا نفسي في اونانا بصراحه. انا مش عايز لاعب تاني، انا عايز اونانا. حارس مرمى تخيل ان اونانا لو احنا كسبناه يضرب لنا الاوفر بتاعنا يمكن 2 اوفر او 3 اوفر، والله العظيم. فيلا يا حبيب قلب اخوك باذن الله اونانا، باذن الله اونانا. روح كاميرون بقى، كام ولا العالم اللي فيه نجم يا رب يا رب. انجلترا. جيرارد، جيرارد ده مش جيرارد. تعالى هندرسون. يا عم يا عم. يا عم انت معاه مرة يا عم، يعني مش هقدر اتكلم. كان في لعبه يا جدعان، ايوه الواد ده بيتباع تقريبا صح؟ مش بيتباع؟ ايه ده اللعبه ال 112 نزلت يا جدعان ولا ايه؟ ماشي ماشي. معانا كام لاعب هيكمل؟ تعالى نحسب كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. معانا 8 لعيبه هتكمل يا جدعان.
8 لعيبه هتكمل، ناقص لنا 3 لعيبه بالظبط ونعمل تشكيله كامله متكامله. هنجيب لو احنا ما كسبناش حد من الباكجات كده كده هنجيب باذن الله لو دخلنا هنا على المؤسسون. ايوه كده كده احنا ضامنين لاعب كمان، ضامنين لاعب كمان، يعني احنا ناقصنا 3 لعيبه وتبقى التشكيله بتاعتنا فل الفل. ناقصنا حارس مرمى، ايوه انا ما عملت طبعا ما بعملش الحاجات دي. المهم ناقصنا دلوقتي يا جدعان كده كده هنجيب لاعب من دول، ممكن نجيب راؤول مهاجم لان ما فيش حارس مرمى، ما فيش غير زانيتي، ما فيش غير بس ثانيه زانيتي هيبقى 88، جيرارد هيبقى 89، راؤول هيبقى 88. لا يبقى احنا كده كده ايه، نبص لجيرارد بقى، احنا كده كده معناش غير انزو، يعني معناش غير لاعب واحد بس يا جدعان اللي هو في نص الملعب، فجيرارد وراؤول هينفعونا. فانا عايزك دلوقتي تنزل تحت في الكومنتات لو احنا ما كسبناش حد فيهم اختار لي واحد نجيبهم باذن الله يا جدعان منهم، باذن الله نختار واحد منهم، يا راؤول يا جيرارد. وهيبقى فاضلها لاعب، هيبقى فاضلها حارس مرمى وتقريبا مهاجم كمان او مدافع، لا بس المدافعين عندنا مدافع سي بي، هيبقى ناقصنا حارس مرمى وسي بي وده. فانت تنزل تحت في الكومنتات عيب قلب اخوك وتقول لي، وانتظر الجديد بكره هنفتح الباكه اللي الكل منتظرها الرائد، هنختمها باذن الله. ان شاء الله مع السلامه، انت كده كده تشوفنا بكره، عايزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيس هاوي.